اللي عينوها حكومة العار. الشعب تاعنا لازم نحميو الحراك، باسكو هاد الناس هادو ما فيهمش ثقة، ما فيهمش ثقة الدولة، لازم يرحلوا الكل. عندنا مطلب واحد، ما نجموش نغيروا شي جديد بشي قديم. رأيي في تعيين الحكومة الأخيرة ما نحتاجوهاش، نحتاجو تغيير بدوي بن صالح وبن عيس، ثلاثة هادو يروحوا. نعم ربي إن شاء الله تحيا الجزائر. الله اكبر الله اكبر. جي الشعب خاوه ديما خاوه وما يدخلوش بينا هذا الجزائر ديما. تنحيه النظام، يعني النظام كامل بدوي يطالب برحيل بدوي وبن صالح ومطالب الشعب معروفه. يا الله ماني حابسين، والله نعجت روحو. هاي والله ماني حابسين من 20 سنه والدستور حاطينه وشيفونا مش حتى كار نشافها. اليوم كي جا حق الشعب وناط الشعب يقول لك نجبدوا الماده من الدستور. لا دستور لا هم يحزنون، الدستور حنا الشعب. الحكومه هذه اللي شكلوها نحتاجوا حكومه تاع شرفاء تاع رجاله، ما نحتاجوش اخويا النساوين هذو اللي راهم جابوهم عندنا هنايا، ما نحتاجوهمش اخويا. هنا نريد الرحيل، حكومه مش بدوي بن صالح الكل يروحوا، ما نحتاجوش كاع يخطاونا صايم لينا منهم ضيعوا لنا حياتنا ويروحوا. هنايا سلميين بربي ان شاء الله ديما سلميين.